بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب مرة أخرى مع درس جديد لمادة العلوم للصف الحادي عشر، المسار الأدبي، الدرس الثاني من الوحدة التاسعة بعنوان مصادر الطاقة غير المتجددة. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن 1- يصف كيفية الحصول على الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية. 2- يصف كيفية الحصول على الطاقة الكهربائية من الوقود الأحفوري. 3- يقارن بين تكاليف وفوائد توليد الطاقة باستخدام مجموعة من محطات توليد الطاقة. عزيزي الطالب، درسنا سابقا أن مصادر الطاقة تنقسم إلى قسمين: مصادر متجددة ومصادر غير متجددة، وهي درسنا لهذا اليوم. أما المصادر المتجددة فمثل الطاقة الشمسية، الطاقة الكهربائية، طاقة الرياح، الطاقة الحرارية الأرضية. أما المصادر غير المتجددة فمثل الطاقة النووية، الوقود الأحفوري ويشمل الغاز الطبيعي والنفط والفحم الحجري. نبتدئ أولا بدراسة الطاقة النووية، وهي من مصادر الطاقة غير المتجددة، وتنتج الطاقة النووية من التفاعلات التي تحدث داخل أنوية العناصر المشعة غير المستقرة، وتشمل تفاعلات الانشطار النووي. ولكن ما المقصود بتفاعلات الانشطار النووي؟ هناك بعض العناصر المشعة القابلة للانشطار مثل اليورانيوم، كما نلاحظ نواة اليورانيوم القابلة للانشطار في الأسفل. وعند قذف نواة اليورانيوم بنيترون تنشطر النواة إلى عناصر أخف وتحرر طاقة حرارية كبيرة جدا منتجة المزيد من النيترونات كما نلاحظ. إذن عزيزي الطالب، لاحظ أنه تم قذف نواة اليورانيوم بنيترون فانشطرت إلى نواتين قابلتين للانشطار، ونتج عدد من النيترونات التي سوف تقذف أنوية أخرى من اليورانيوم. التفاعل المتسلسل: هذا التفاعل الذي شاهدناه يسمى التفاعل المتسلسل، وذلك لأن النيترونات الناتجة من انشطار الذرة تصطدم بذرات يورانيوم أخرى، فيستمر حدوث الانشطار النووي لذرات اليورانيوم ويستمر إنتاج الطاقة الحرارية. كيف يمكن التحكم في تفاعل الانشطار النووي، إبطاء التفاعل أو إيقافه داخل المفاعل النووي؟ يمكن ذلك عن طريق استخدام قضبان التحكم التي تمتص النيترونات المتحررة فلا تصطدم بذرات اليورانيوم. ولكن مما تصنع قضبان التحكم؟ تكون مصنوعة من البورون، لأن له قدرة عالية على امتصاص النيترونات فيتم إبطاء التفاعل أو إيقافه. كيف نحصل على الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية في مفاعل الانشطار النووي؟ 1- تسحب قضبان التحكم ببطء من بين قضبان الوقود النووي اليورانيوم، فيبدأ تفاعل الانشطار النووي المتسلسل وتنتج طاقة حرارية كما شاهدنا في هذه الصورة في الأعلى. 2- تعمل الطاقة الحرارية الناتجة على تحويل بعض الماء إلى بخار. 3-
يعمل البخار على تدوير توربين بخاري متصل بمولد فتتولد الكهرباء. 4. يكثف البخار المنطلق من التوربين مرة أخرى إلى ماء في أبراج تبريد ضخمة فيتدفق الماء ليبدأ دورة جديدة. وعلى الرغم من الحوادث التي يتم تضخيمها إعلاميا للطاقة النووية، فإن الطاقة النووية خيار مهم للاستدامة. بما نفسر ذلك؟ نقول ذلك لأن لها 1. سجلا أكثر أمانا من أي مصدر آخر للطاقة. 2. تنتج أعلى كثافة طاقة. 3. بديل خالي من الكربون يكفي إلى مدى طويل. ولقد تقدمت تكنولوجيا المفاعلات النووية بشكل كبير، فأصبحت أكثر أمانا وأصبحت تصميماتها أكثر كفاءة. ننتقل الآن إلى الوقود الأحفوري، وهو من مصادر الطاقة غير المتجددة. الوقود الأحفوري يشمل الفحم الحجري، النفط، الغاز الطبيعي. ويمثل الوقود الأحفوري 85% من مصادر الطاقة المستخدمة في العالم حاليا. ويسهم الوقود الأحفوري بنسبة 6% من الاقتصاد العالمي. الفحم الحجري هو الوقود الأحفوري الأكثر وفرة على كوكب الأرض، حيث يستخرج من باطن الأرض بآلات ضخمة وينقل بعد ذلك إلى محطة توليد الكهرباء. يتم معالجة الفحم الحجري ويحرق لتنتج الطاقة الحرارية لتشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء. يقع النفط والغاز الطبيعي عميقا في الأرض بين طبقات الصخور، وقد حفرت آبار النفط الأولى بواسطة أعمدة من الخيزران في الصين في عام 347 ميلادي حتى عمق 240 متر. كان محمد ابن زكريا الرازي أول من قام بتقطير النفط في القرن التاسع، وقد وصلت تلك العملية إلى أوروبا الغربية عبر الأندلس دولة إسبانيا الإسلامية في القرن الثاني عشر. وحاليا تستخدم منصات النفط الحديثة الحفر الأفقي للحصول على خزانات احتياطية للنفط وتقليل الأثر على سطح الأرض. وقد سجلت دولة قطر الرقم القياسي في فترة من الزمن لأعمق بئر نفطية في العالم، حيث بلغ عمقها 12289 مترا. ويعتبر النفط هو المعيار المستخدم لمقارنته بالطاقات الأخرى. وكما درسنا سابقا، يستخدم الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر في محطات الطاقة. أخيرا، نذكر طلابنا الأعزاء بالدخول إلى فريق تيمز لصفوفهم الدراسية وحل الواجب الإلكتروني. شكرا لكم على حسن استماعكم.